الآن إلى مستشفى ابن غزوان في البصرة، ومن هناك مواطن يتحدث عن عدم وجود مصرف دم داخل المستشفى وعن الإهمال الذي يسيطر على مرافق مستشفى ابن غزوان. ولكم ماكو الله وليت الناس، مستشفى كبرى ما بي مصرف دم، دكتور عباس هاي الناس برقبتك، كادر كامل بهو بالغزوان ما بي رحمة، والله إن ولت الناس وما عدها فقرة بالعباس برقبتكم وبرقبتنا، والله ولكم وين تروح الناس؟ قلون مستشفى ما بي مصرف دم، ولكم وين صايرة هاي؟ مرة يقولولها وفتح بطن، مرة يقولولها ولادة طبيعي، مرة يقولولها ولادة اصطناعي، جاب دم هسه غير يطون الدم، الدم ماله ما يطون إليه، المرافقة مال المريضة اللي تسوى عملية ولادة يطوها الدم ما يقبلون يطونها. زين شلون عمي؟ ما حد يعرس، ما حد يخلف، قلونا عمي ذنب برقبته اللي يعرس بعد، إلا قلكم انولينا، ولكم والله انولينا، نخذونا شنو ذنبنا؟ نتصل على لجنة الصحة ما ترد، نحكي ويامن المديرة مجازة، ولكم والله انولت العالم بالعباس، مستشفى كبرها وش قدها مديرة مجازة صار لها ثلاث أيام أربعة، ولكم وين الطوجهنا؟ وين نروح؟ ما محترمين احنا لا ببلدنا ولا بخارج بلدنا.